يوم الثلاثاء بتاريخ 26/9/2017 راح يتم فك هاتف الانفينكس الاكس 521 مقفل بحساب الجوجل اكاونت. طبعا الهاتف يعمل بمعالج الام تي كي. راح يتم فك الهاتف باستخدام كراك البوكس المركل. راح نطفي الهاتف بشكل كامل. ونضغط على كلين سيتنج اف ار بي. طبعا طلب عمل باك اب للروم. نختار نوع ما نحتاج لعمل باك اب. طبعا الهاتف هو مغلق تماما. بنوصله بكيبل اليو اس بي. والان تعرف الهاتف وتم عمل ريسيت اف ار بي بنجاح. طبعا تم عمل ريسيت اف ار بي بنجاح. هاي قراءات الكراك المراكل. راح ننتظر اكتمال اقلاع الهاتف من شان نشوف نفك الجوجل اكاونت ولا لا. طبعا تم اكتمال اقلاع الهاتف. راح نكمل السيت اب من شان نشوف نفك حساب جوجل اكاونت. طبعا اذا توصيل الواي فاي بيعطي سكيب. هذا اكبر دليل انه نفك الهاتف من حساب جوجل اكاونت. تم تخطي الاف ار بي. طبعا تم فك الهاتف بنجاح وتخطي حساب الجوجل اكاونت بنجاح فقط بعمل ريسيت اف ار بي باستخدام كراك المراكل باختيار خانة الام تي كي انلوك وكلينر سيتنج اف ار بي. فقط في دقائق معدودة تم فك الهاتف. وشكرا. نرجو منكم الدعم وعمل سبسكرايب للقناة.